انطلقنا في الورشة التفاعلية التي أطرها دكاترة الشباب في حد ذاته سيشكل فرصة سانحة للمشاركين 850 شابا جزائريا من 58 ولاية للالتقاء حول محورين أساسيين. المحور الأول الذي كنا بدأناه في المخيمات الصيفية مختلف اللقاءات المحلية التي عقدناها مع شبابنا في مختلف الشرائح التي ينتموا لها، وهو محور تنمية القناعات الوطنية التي ندندن عليها بمناسبة البرنامج السنوي للمجلس الأعلى للشباب. كما كذلك سيعمل شبابنا من خلال هذا المنتدى الذي يضم الكثير من الفعاليات على تعزيز محور المهارات التي يمتلكها الشباب، وهنا ركزنا على مهارتين أساسيتين: مهارة التخطيط والتشبيك ومهارة القيادة والاتصال.